الحقيقة المركز الأولمبي استضاف يعني من يومين مؤتمر مهم جدا. احنا دايما في البرنامج، مش بس في البرنامج، عندنا في مصر كلها في اتجاه كبير لدعم الرياضة لأصحاب الهمم، سواء أولمبياد خاص اللي هم طبعا أخواتنا من ذوي الإعاقة الذهنية، أو البارالمبية من ذوي الإعاقة البدنية. الاثنين يعني بيلاقوا يعني دعم كبير من الدولة المصرية، والخبر ده يعني هيشرح لكم قد إيه فيه اهتمام كبير بالاتجاه ده. والحقيقة ده ملحوظ، يعني مش محتاج ان احنا نتكلم عنه، ده ملحوظ ان في كل الأنشطة دلوقتي مشاركين في كل البطولات البارالمبية، بنحقق ميداليات كبيرة في بطولة الألعاب العالمية برضو تخص الأولمبياد الخاص، حققنا فيها كمان ميداليات 39 ميدالية. فالنهاردة الدعم مش متوقف والانتشار بقى كبير. المركز الأولمبي استضاف مؤتمر للرياضة، حق لكل شخص ذو إعاقة، ده عنوان المؤتمر. طب خلينا أقول المؤتمر كان فيه مين وإيه اللي حصل فيه. اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى عملت مؤتمر موسع امبارح بعنوان الرياضات البارالمبية بين الحاضر والمستقبل، الرياضة حق لكل شخص ذو إعاقة. فعلا فعلا ده حقيقي، وده بمشاركة كبيرة من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي لذوي الإعاقة. وقال الدكتور حسام في كلمته أن كل الحاضرين اتفقوا على خدمة رياضة المعاقين، وتحط خطة محكمة من اليوم الأول للنهوض بكافة الألعاب اللي تخدم أصحاب الهمم، وأكد أننا كلنا ثقة في لاعبتنا أنهم يقدروا يشرفونا ويحققوا ميداليات كتير في الألعاب البارالمبية في باريس 2024. وأنا أتفق معه، أنا منتظر من الرياضة من الألعاب البارالمبية عدد أكبر بكثير من السنة أو طوكيو 2020. وبعدين أعطى الدكتور حسام الدين مصطفى الكلمة للدكتورة إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، واللي أكدت على سعادتها بوجودها في المؤتمر ده، ووجهت شكرها لمسؤولي الدولة واللي بيحاولوا دايما يوفروا كل سبل الدعم للأشخاص من ذوي الإعاقة، وأكيد على رأسهم أكيد وزارة التضامن الاجتماعي اللي بتقدم كل الدعم طبعا لإخواتنا أصحاب الهمم. وبعد نهاية الكلمات شرح الدكتور حسام الدين مصطفى نظام التأهيل لدورة الألعاب البارالمبية اللي جاية، وأتمنى كل التوفيق لأبطالنا، وقال لهم إن كل مسؤولي مصر في ظهرهم. وده الحقيقة اللي كنا بنقوله، وطبعا دي طبعا يعني كلمة الدكتورة إيمان كريم رئيسة المجلس القومي لأشخاص ذوي الإعاقة، واللي طبعا تفضلت أمس الدكتورة إيمان بإلقاء كلمة وقدمها الدكتور حسام الدين مصطفى. تمام، يعني ده طبعا جانب من الحضور والاهتمام واضح، واكيد زي ما قلت لحضراتكم ده استكمالا لدعم طبعا اخواتنا واهلنا من اصحاب الهمم. كاميرا الابطال كانت موجوده، خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. الندوه النهارده الهدف منها هو هدف يعني توعيه للناس لبعض المفاهيم البارالمبيه، او بعض توعيه الناس بالنهارده ايه الالعاب اللي بتديرها اللجنه البارالمبيه، ومين يمارس هذه الالعاب، وتاريخ الرياضات البارالمبيه اللي بيفتكر اللي الناس معظم الناس ما تعرفوش، واللي ما تعرفوش ان احنا بدانا من 72، وان اللي بدا هذه الرياضات هم المصابين العسكريين اللي هم نقلوا جينات بقى الصوال والقتال والعزيمة للأبطال البارالمبيين العاديين سنة 72. هنشرح كل الكلام ده للناس، وهنقول لهم الاستراتيجي بتاعتنا في ان ان شاء الله الفترة اللي جاية ان شاء الله احنا بنجهز لدورة باريس وعدة بطولات عالم خلال الفترة اللي جاية، يعني اقرب الاسبوع القادم بطولة العالم لرفع الاثقال في دبي ان شاء الله مسافرين 19 لاعب ولاعيبة. والجميل في البطولة دي ان الجهاز الفني كله سواء للرجال او للسيدات او للناشئين من ذوي الاعاقه اللاعبين السابقين. طبعا انا يعني برحب جدا بالناس اللي بتيجي تشارك معانا الحقيقه، لان الاشخاص ذوي الاعاقه هم موجودين في كل القطاعات، والمجلس بيحرص جدا على التمكين وتعزيز هذه الحقوق، ومن ضمنها التمكين في الرياضه. فالمجلس الحقيقه بيعمل كل جهده علشان الاشخاص ذوي الاعاقه يمارسوا الرياضه اولا، وبيعمل كل جهده علشان ياخدوا هذه الحقوق ويعرفوها، وازاي يلتحقوا بالهيئات الرياضيه، ازاي ان هم يبقوا جزء من المنظومه الرياضيه للممارسه وكمان البطوله. انا مش محتاجه اقول احنا وصلنا لايه،
يعني البطولة بتتحدث عن نفسها، احنا ابطال العالم في العاب كتير زي العاب القوة والسباحة والكاراتيه وغيرها، مش عايزة انسى حاجة. الحقيقة ميدالياتنا كتيرة قوي، ذهبية وفضية وبرونزية، وبنحتل مركز كبير جدا في الميداليات الذهبية، فده بفضل اهتمام الدولة واهتمام القيادة السياسية بالاشخاص ذوي الاعاقة. ولادنا واخواتنا احنا لازم نشجعهم على انهم يخرجوا من بيتهم وينزلوا ويروحوا مراكز الشباب، يروحوا النوادي، ليهم حقوق وليهم، لازم يبقوا اعضاء في الهيئات الرياضيه. النهارده ابتدينا فكرنا في عمل الندوه دي بالتواصل والاتفاق مع المجلس القومي لشؤون ذوي الاعاقه علشان نعمل تعريف في ايه النظام او ايه الرياضات البارالمبيه، يعني ايه رياضات بارالمبيه، ايه النظام الدولي، ايه النظام المحلي، ازاي الولد يمارس رياضه، لان دي في كتير من المعلومات مش غايبه على الناس. فاحنا قلنا نعمل نوع من انواع الندوه التعريفيه والتوعيه بالنظام بتاع الرياضات البارالمبيه، وندي ونقول للناس هي دي الطريق اللي عشان يمارس رياضه في مصر يقدر يعمل 1 2 3 4. فبندي بنحاول نوسع القاعده بتاعه الممارسه بالنسبه للرياضه، وخصوصا احنا بنعتبر ان الرياضه حق اصيل لكل شخص عنده اعاقه. طبعا لا، انا عايز اتكلم الاول على الاهتمام بذوي الاعاقه بدايه من عام 2014 لحد وقتنا هذا، بوجود فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا غير تغيير كامل وشامل بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه، اتعمل قانون لينا رياضيا بقى بقينا زينا زي الاسوياء في كل حاجه. طبعا بنشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. الندوه دي طبعا الدكتور حسام الدين مصطفى من ساعه ما جه طبعا لرئاسه اللجنه، طبعا في تغيير واضح وملموس للناس كلها، هو بيحاول يسعى ان يرجع تاني اللجنه البارالمبيه للرياده تاني الدوليه. فلا، في استفاده كبيره من الندوه، استفدنا في اتحادات. النهارده تم انشاء اتحادات مستقله لرفع الاثقال والعاب القوه وكره السله والسباحه. لا، الوضع مختلف تماما. زي ما حضراتكم شفتوا قد ايه الاهتمام، قد ايه يعني قيادات كبيره من الدوله المصريه فضت من وقتها وجهدها، مسؤولين عن الرياضه المصريه قصدي طبعا، ان هم النهارده جايين يدعموا ويدوا الحق لكل يعني مواطن مصري من دول همم انه يمارس الرياضه على مستوى الممارسه اليوميه او حتى على مستوى البطوله. والدوله بتوفر لك مراكز منتشره على مستوى الجمهوريه للي عايز يشارك واللي عايز يعني يلعب رياضه بشكل احترافي اكتر يكون ده مكانه. خليني اقول ان النادي الاهلي كمان ليه دور كبير جدا في ده. النادي الاهلي النهارده عنده نشاط كبير بارالمبي لاصحاب الهمم في السباحه والعاب كتير، يمكن النادي الاهلي بيحتضن، والكاراتيه بيحتضن مجموعه كبيره من اعضاء الجمعيه العموميه وغير الجمعيه العموميه، والحقيقه بيدي وقت وجهد ودعم لهذا النشاط. فالنادي الاهلي ابدا ابدا عمره ما تخلى عن دوره المجتمعي في كل النشاطات او في كل المجالات، وعلى راسهم زي ما حضراتكم عارفين من اولادنا او واخواتنا من ذوي الهمم النهارده بيلاقوا رعايه كبيره داخل جدران النادي الاهلي، كوضع النادي الاهلي دايما كبير.